اليوم وقفنا مع حمد نعيد نعيد للعالم واقف الاسود مواقف يزهابها الوصف الفريد في ساعة كل بذل فيها الجهود لا من طرى حمد عزا يمنى تزيد حنا معك في واجبك ورقى سنود جينا على الموعد ولا عنك نحيد معنا فرح فوزك مع فك القيود معنا فرح فوزك مع فك القيود هاجس القصيد تنبرمج اللي يلفت انظار الوجود تنبرمج اللي يلفت انظار الوجود سواء تمزن نحول النوى السديد هل بروق يشعل رجف الرعود هل بروق يشعل رجف الرعود هلل وكبر من يخيله من بعيد صلى يناجي وانفعل وقت السجود من مدلهم من برقها مثل الوقيد في ليلة بيح بسر السدود يزهبها الوصف الفريد في ساعة كل بدل في الجهود لا من طرى حامد عزا يمنى تزيد عنا معك في واجبك ورقى سنود يوم الجزايل الرجال تحد صد أثرت ما يحمل بطن تعريف جود كلمتك عن ربعك لها العالم تشيد هالكلمة اللي سكرت باب الردود يومك تقول جمعنا أرجع وعيد ربعي يوم اسمعوها صفق وكل الحشود كفحت وانت خلف غضبان الحديد وظيفتك راحت ولا يمكن تعود خليتها وعديتنا عندك رصيد تدري العوض معنا ولا عنك صدود يا حامد المحري خذ العلم لكيد بذن الولي دارت منك زال العدود احذرت ضايق بالسجن خليك سعيد دونك رجال لو عدد قد الوعود أفعالهم بين الملاخر الشهود هذه مبادئهم ولا بشيء جديد ربعين تتم العهد مدخول العهود الأولة ضاعت سبب كذب ووعيد الفرق ست أصوات على رقم الصعود عامين عشناها وكرسينا فقيد واليوم دونه واقف صف صمود عندي نصيحة والعقل للرجل قيد تنس ماسح بالفتن فيها يشود التزكية ما دونها عقل يحيد صرح بها اللي كاسب صيت محمود الأغلبية رايها الراية السديد والأذكار القلة لها راية يقود محد على فرق القبيلة مستفيد قد الضعيف اللي على ربعه حقود من عاند أصحابه يبا يبقى وحيد لا يحسب الدرب الخطأ يبني وجود كل يسجل في سجله ما يريد واللي تبع هرج الفتن ما هم حدود كل يسجل في سجله ما يريد واللي تبع هرج الفتن ما هم حدود أقولها والله على قولي شهيد نصرت كلمة حقي ما عنها صدود